يا إلي من القلب عم حاكيك شاعر أنا الحرمان كاويني وبغربتي بلسم عم بلاقيك وإلا علاجك ما بيشفيني. الكلمة الآن لرئيس جمعية كفر سهرون الخيرية الأستاذ إلي نصيف، فليتفضل. أولاً نحن اليوم عم نمر بفترة أعياد، فلإخواني وشركائي في الوطن ألف عيد مبارك، الله يهنيكم وإن شاء الله بتضلوا مبسوطين وفرحانين. أسعدتم مساء وأهلا وسهلا بكم. 31 سنة مرت على الجائزة التي أوجدها الدكتور الخالد عصام حداد في معهد الأبجدية في مدينة جبيل اللبنانية التاريخية عام 1992. 31 سنة مرت وجائزة شربل بعيني ما زالت توزع على المبدعين في كافة أقطار العالم، وهي الآن تحط رحالها عام 2023 في يد الدكتور مروان كساب، تقديرا له على كتابه الرائع شربل بعيني صوت لبنان الأمين. فألف مبروك يا دكتور. أن يجتمع شاعران كبيران كالدكتور مروان كساب وشربل بعيني في كتاب واحد فهذا إرث أدبي سيبقى ذخرا للأجيال القادمة. أن يتغنى شاعر بحجم قاضي الشعراء بشاعر هو عن حق عميد الأدب المهجري في أستراليا، كونه أول من نشر كتابا باللغة العربية في أستراليا عام 1976 بعنوان مجانين، وهذا يعني إن الشعر بخير وإن الأدب المهجري سينطلق من قمقم الحسد والضغينة إلى عالم الفضيلة والتواضع والوفاء. شربل بعيني صوت لبنان الأمين، هكذا أسماه الدكتور مروان، فما كان من شربل إلا أن رد له التحية بلقبه حاضن الأشعار، أي إن الشعر المهجري لا ينمو إلا إذا احتضنه الدكتور مروان، وما على الأجيال الصاعدة سوى أن تتعلم كيف يكون التقدير وكيف يكون الاحترام وكيف تكون المحبة. لقد قرأت أشعارهما من خلال الكتاب الإلكتروني الذي وصلني، فاحترت في أي بيت من أبياتهما الشعرية أسكن وفي أي واحة أغرس أزهاري، وبؤس من يقول إن أشعار المديح ضحك على الذقون، لأن الضحك على الذقون لا يأتي من الإبداع بل من تفاهات أناس لا يفهمون الشعر ولا يملكون الموهبة. والدكتور مروان كساب موهوب من رب العالمين، بيده كنز المعرفة، وقد أعطانا من كنزه تحفة أدبية ستحتفي وتفرح بها الكلمة. طيب أهنئك يا دكتور مروان بمولودك الجديد شربل بعيني صوت لبنان الأمين، وإلى مولود أدبي آخر بإذن الله، وإلى شاعرنا الكبير الأستاذ شربل، أتمنى لك الصحة والعافية للاستمرار بهذه الأعمال القيمة والتي تسلط الأضواء على كل عمل مبدع وما أكثرها، وشكرا.